تمام يا فندم. المريض الدعامه بتثبت بفتحه في الجلد بتاع العضو الذكري، ودي بتختلف من جراح لاخر، بيفتح فين بالظبط مختلفه من جراح لاخر، لكن هي الفكره ان انا بفتح فتحه في الجلد بوصل منها للكبسوله او الغلاف الخارجي للنسيج الكهفي وبزرع دعامتي بعد عمل توسيع واخذ المقاسات المناسبه. وانا عايز اقف عند النقطه دي واقفه، لان كتير قوي من اسئله المرضى: يا دكتور احنا سمعنا ان في عمليه حديثه لزرع الدعامه، ويا ترى هي دي الانجح ولا لا؟ يعني بالعربي كان زمان احنا بنقول ان احنا كنا بنزرع داخل النسيج الكهفي. النهارده احنا بنقول لا، احنا بنعملها بالعمليه الحديثه، مش بنزرعها داخل النسيج الكافي، بنزرعها جنب النسيج الكافي وداخل ما يسمى بالغلاف الخارجي للنسيج الكافي، اللي هي باي انجلش مسميها تيونيكا البوجينيا. فاحنا خلينا المريض لو عنده درجه من الانتصاب ايا كان درجتها، ضعيفه قويه الخ، بتبقى زي ما هي، بنحافظ له عليها مع وجود الدعامه. لكن الطريقه القديمه كنا معتمدين على فكره ان النسيج الكهفي ده في حكم التالف، فايه يعني لما انا ادخل من خلاله هو تالف؟ لكن لقينا ان في بعض المرضى عندهم درجه من الانتصاب بيجوا لنا: والله يا دكتور مع الدعامه انا عندي انتصاب تاني. فقلنا طب وايه المانع نحافظ له عليها؟ وبدانا نعمل يبقى عندنا انتصاب طبيعي بالاضافه لانتصاب الدعامه. بالظبط يا فندم. وارجو ان الحكايه دي بالذات ما حدش ينسبها لنفسه، لان هي طبيعه تركيب الدعامات واختلافها في 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 التكنولوجي بتاعها هو اللي خلى الموضوع ده يتم. لان في بعض الاطباء التخصص يقول لك دي انا العمليه المنفرد بيها، انا اللي اخترعتها في عام كله انا اللي بعملها. مفيش كده، الكلام ده مش مظبوط. الكلام ده لان الدعامه في البدايه نظرا لان كان تكوينها كان فيها درجه من المطاطيه زي الربر، فكانت واحنا بندخلها كنا لازم نبهدل النسيج الكافي. الدعامه بقت شبه القلم بالظبط، مجرد بعمل توسيع بالات في الغلاف الخارجي فانا بزرعها في خارجه. أنا مش بزرعها في داخل نسيج الكهف، يعني هو طبيعة الدعامة نفسها شبه الصلبة هي اللي خلتنا بنزرعها خارج النسيج الكافي وداخل الكبسول، لا تنسب لأحد، واللي نسبها لنفسه يبين لنا الكلام ده نشره في أي مجال. ده درجة من درجات الخداع العلمي، يعني مش مطلوب، وآداب المهنة الطبية تتبرأ من هذا التصرف اللي هو نسب العملية للذات، ولكن هي عملية عالمية كل الناس بتعملها، مفيش حد بيعملها بذاته يعني. طب